السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتيكم سيداتي سادتي في الفقرة أو الحلقة الثالثة من فقرة الأم السنعة، واليوم راح نتكلم عن أساليب تنويم الطفل في فترة ما قبل 3 أشهر وفترة ما بعد 3 أشهر. جميع الأمهات والأبهات والأطفال واللي له دخل واللي ما له دخل برا، طبعا ما نبغى أي أحد غير محب لهذه الفقرة أنه يتابعنا رجاء، علشان يعني أعملوا سكيب وخلاص خلاص. فاليوم إن شاء الله حنتكلم عن طريقتي الناجحة نوعا ما في تنويم طفلي في ساعات الليل الطويلة جدا في فترة الولادة، أول ما انولد إلى حد 3 أشهر، من ثم 3 أشهر فما بعد الآن ما شاء الله عمره 7 أشهر. والله أنتوا ما أعرف إذا ملاحظين ولا لا، بالله شوفوا شوفوا هذا كل البيبي هير اللي الشعر اللي كان طاح فترة بداية هذا تو يرجع. طيب ما علينا، اللي توها عندها بزورة بتعرف أنا إيش أقول. والله شكلها مرة يضحك، استغفر الله العظيم. شوفوا يا جماعة يا حلوين، اللي ما له أي علاقة بهذا الموضوع يسوي سكيب، وما أشوف أحد في الكومنتات في الإنستغرام طيب يكتب لي غثيتينا ولا يا حبيبي الموضوع إذا ما يعنيكي لا تشتركي فيه، ولا حتى اصلا تقولي غثيتك وما غثيتك، سوي انفولو وخلاص، ولا سوي سكيب في الانستغرام، ولا سوي سكيب في السناب، ولا اعملي سكيب يا اخي، انا ما ابغى ما ابغى. طيب يلا نرجع مرجوعنا اليوم على موضوعنا اليوم في مساعده طفلي على النوم. اولا راح اعيد واكرر الكلام اللي دائما اقوله في كل فقره ام سنعه، في كل حلقه ام سنعه، الكلام اللي انا اقوله كلام مبني على خبرتي المتواضعه اولا، كلام الدكاترة ثانيا، الكثير من القراءات في الكتب أو أونلاين ثالثا. كلهم الثلاثة جمعتهم وعملت فيهم حلقة اسمها فقرة الأم السنعة، نفكر فيها بعض ونشترك مع بعض. هجت أبوهم بالسبراي، باقي في واحدة صاملة صاملة الكلاب. يلا روحي خلاص نامي، ما أبغى أنام، روحي نامي يلا خلاص، طفشتيني خربتي لي كل تساريحي وخربتي لي حياتي، ما أبغى أنام. نجي اليوم يا أخواني ويا أخواتي للتحدث عن الحلقة الثالثة الأساسية في مسألة مساعدة الأطفال على النوم. هذه معلومات متواضعة زي ما قلت لكم، جمعتها من خبرتي المتواضعة البسيطة، جمعتها من الكتب، جمعتها من كلام الدكاترة والأطباء، فأرجو أن تكون هذه الفقرة مناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيباتي، الطفل إلين 3 أشهر الباترن أو طريقة النوم أو أسلوبه في النوم بيختلف تماما عن 3 أشهر واللي بعدها. ليش؟ لأنه هو أول ما يطلع في الـ في الـ في الـ في الشهور الأولى من بطن أمه الطفل، خصوصا في مرحلة الترويح، عارفة الترويح من المستشفى وجيتك على البيت، أنت نفاس تعبانة والبيبي تعبان، هذه الفترة هي أصعب فترة، لأنه نحن نحاول التعرف على الرضع، نفهمهم بالضبط، لكن هو كل عالمه كان رحم أمه سبحان الله. فلما يجي يطلع من رحم أمه على الدنيا هو غير مستعد لاستقبال الدنيا، فإحنا لازم نهيئ للظروف اللي تحسسه أنه لازال هناك في رحم أمه، ولكن هو في الحقيقة في الحياة الطبيعية أو الدنيا الواقع، وشوي شوي نحاول نطلعه من مود رحم الأم إلى الحياة. كلامي شوي فلسفي، هبسط لكم إياه. تعرف الطفل لما يكون في بطن أمه يكون ملموم، صح؟ يدينه ملمومة ورجوله ملموم، هو كله على بعضه شيء ملموم، فهو ما تعود أنه في يوم وضحاه وفي ليلة وضحاها البيبي يدينه ورجلينه وكل شيء يكون مفكوك، لاني مقيد ولاني مفكوك. الحل الكوفلة أو القماط، في دولة الإمارات عندنا يسموه القماط أو الكوفلة، في السعودية يسمونها، وفي الأردن في دول عربية كثيرة يسمونها الكوفلة، أو الغطاء أو اللفة اللي إحنا نلف فيها الطفل. شوفوا فيديوهات في اليوتيوب عن طريقة اللفة الصحيحة اللي تلف فيها البيبي بدون ما تفك اللفة، ويكون البيبي ملفوف بطريقة. فإذا اللفة لابد أن تكون بطريقة صحيحة، وضعية ملائمة، على أساس أن الطفل ما يكون ملفوف بطريقة خاطئة ممكن تضايقه وما تساعده على النوم. بس صدقين الكوفلة سبب أساسي أنه البيبي يرتاح وينام، لأنه يحس نفسه كأنه في بطن أمه، ما يحس نفسه كأنه طلع للحياة وفي أشياء overwhelming وكثير information وأنا مش عارف أنا مين وأنا فين وأنا بتقطع من جوايا. ما في،
البيبي لازم تحسسيه في أول أسبوع أسبوعين، في أول شهر، في أول شهرين، إنه هو لازال هناك ولكنه في العالم الجديد. شوية شوية يعني الدراسات، أو مش الدراسات، المدرسة الجديدة في التربية خصوصا البنات يعني اللي في سننا، يقولك مو لازم أكوفل، يعني مو لازم أسوي للبيبي اللفة، خلاص عادي وكذا. بس تصدقي دائما الأمهات الكبار يقولك لا لازم تكوفلي. لما رحت عند طبيب التركي وهو لسه صغير عمره شهر، قالت لي بلقيس أوعك تجي بيه بهذا الشكل، يفضل أنك تلفيه حتى يحس، يشعر بالدفء، يشعر بالأمان، يشعر أنه هو مبسوط. إذا الكوفلة لازم أنك أنت، حتى الآن أنا عارف أنه في كثير بنات حوامل أو بنات مقبلات على الزواج يسمعوني، جربي افتحي اليوتيوب وشوفي وضعيات الكوفلة المضبوط وكيف اكوفل ولدي، عشان خلاص ما تضطري انه يا امي يا جدتي يا مدري مين يا خالتي تعالوا ساعدوني، خلاص انت اعرفي كيف تلفي، جيبي دميه وتدربي عليها وتلاقي الامور كلها ضبطت. الطريقه الثانيه السحريه في تنويم الاطفال الرضع ما قبل الثلاثه اشهر، لانه انا قلت لكم كلامي مقسم قبل الثلاثه اشهر وبعد الثلاثه اشهر. ما قبل الثلاثه اشهر يا بنات، الطريقه السحريه في تنويم الطفل هو الضوضاء البيضاء. ما هي الضوضاء البيضاء؟ أو إيش هو بالإنجليزي اسمه الوايت نويز. الوايت نويز يا بنات هو صوت متوفر في اليوتيوب، تفتحي وتكتبي وايت نويز أو الضوضاء البيضاء، هذا الصوت بالضبط يعني يحاكي صوت رحم الأم وحركة سبحان الله أعضائها في الداخل، لأن الطفل ما هو متعود غير على سماع دقات قلب أمه، أوكي، وعلى الضوضاء. سبحان الله يا بنات، عالم الطفل 9 أشهر أحشاء وحركة السوائل كأنه بيسمع صوت بحر. هذا هو صوت الضوضاء. حتى تعرف الطفل الرضيع إذا ما عندك يوتيوب، ما عندك ضوضاء بيضاء، تقولي له تلاقيه يرتاح ينام على طول. وأنا جربتها الحقيقة وساعدتني كثير، شهرين من عمر تركي ساعدتني الضوضاء البيضاء بشكل مرة كبير. خليني أفتح لكم، عندي زي ما تقولوا سامبل من اليوتيوب أسمعكم إياه. طبعا هو موجود 6000 فيديو فيه في اليوتيوب، اسمه الضوضاء البيضاء أو الوايت نويز زي ما أنا كتبت لكم إياه. اسمعوا الصوت كيف. يلا يا يوتيوب اسمعوا الصوت كيف. هذا هو الصوت. شوفوا الأجهزة الحاضنة للأطفال اللي بتتحرك في كل اتجاه، احنا مغطين اسم البراند لأنه بصراحة ما هو إعلان. هنا هتلاقي في صوت ضوضاء البيضاء، سامعين؟ معظم الأجهزة الجديدة الآن فيها صوت الضوضاء البيضاء. طيب سؤال مهم بينما نحن في الأسانسير حق البيت، هل الطفل الهزهزة صح ولا غلط؟ إيش رأيكم، صح ولا غلط الهزهزة؟ إن إحنا نهزز الطفل، نعوده ولا ما نعوده؟ معظم الأمهات تلاقي إذا البنت ماسكة البيبي تهزز فيه عشان ينام، تقول لك لا تعودي. لكن هل هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ. ليش؟ لأنه الهزهزة يا بنات لما إحنا نهز البيبي، أنت لما كنت حامل 9 شهور بتتحركي تمشي وتجلسي، صح ولا لا؟ فالبيبي تعود كذا حتى يسوي، تلاقي البيبي كذا. هذا معناه انك لما تسوي له كذا لما ينولد هو مبسوط لانه هو تعود على ذلك. ارجعوا للنقطة الأولى اللي قلت لكم فيها انه احنا مو لازم نجرد هذا الرضيع تماما من كل معاني انك انت كنت في رحم امك واليوم اصبحت في الدنيا، لا، احنا شوي 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 شوي. فهو كان متعود على الهز، كان متعود على الضوضاء البيضاء، كان متعود انه يدينه دائما ملمومة عشان كذا لازم نكوفل فيه. فاذا هذه معلومة جدا مهمة. تلاقي دائما يقول لك لا تعوديه على الهز او حيتعود على الهز، بينما عارفين ايش الصحيح؟ الصحيح انه ما يتعود على شيلة اليد. الطفل لو عودتيه على شيلة اليد عشان ينام حتتعبيه. فالصحيح انك تتركيه يتعود ينام لوحده، ولكن متى، اين، وكيف سيأتيكم في السنابات القادمة. بصراحة لما صار عمر ولدي شهر بدأت أدرك أنه أنا تعبت من كثر الشيل والهزهزة، والولد ينام بعد حين، فقررت أنه أنا أعمل حل لهذا الموضوع بأنه أنا أتركه ينام لوحده. لكن هل كانت العملية سهلة؟ لا.
الطفل لما يكون في هذا العمر يكون أذكياء. هم ترى الأطفال من أشد المخلوقات ذكاء، لأنه أساسا هو متعود أنه لما أبكي ماما حتيجي تشيلني أو بابا حيجي يشيلني. لكن اللي مش متعود عليه أنه أنت عطيتيه الرضعة، بدلتي له الحفاضة وكل شيء كان تمام وهو أموره طيبة وما عنده غازات. أنت تعرف أنه هذا مو وقت الغازات عنده، وعلى أساس على سيرة وقت الغازات ارجعوا لي حلقة الغازات. فإيش اللي يشكي منه علشان يبكي؟ ولا شيء، دلع، يبغاك تشيليه عشان يبكي. فصحيح أنك تتعوديه مرة ومرتين، الصحيح أنك تعوديه ينام مرة ومرتين وثلاثة لوحده بعد نوبات من البكاء والعويل. قلبك ما يتحمل؟ خدتي تعبي يا حبيبتي، خلي قلبك يتحمل، ليه يبكي جنبك؟ اقرأي كتاب، اعملي أي شيء، طالعي في اليوتيوب. لن أستسلم، لن أتراجع. إجي سبكي، سويت كل شيء، هتلاقيه نام مرة مرتين ثلاثة، خلاص الطفل استسلم. والله حتشكريني، هتقولي شكرا انك قلتي لي هذه المعلومة. للي ما تعرف طبعا، حتلاقي ولدك اي مكان تحطيه في العالم، على اي ارض، على اي سرير، ولدك ذا ينام لوحده اذا شعر بالنعاس. الشيء الثاني والغلطة اللي تقع فيها امهات كثير، انك تخلي الرضيع ينام جنبك الى حد ما يكبر ويصير عمره سنة وسنتين. وهذا خطأ فادح وشائع وكبير لسببين. السبب الأول أنك أنت بتعودي الطفل على أنه هو ما عنده سرير وما بينام في سريره، هذه حاجة. السبب الثاني أنه ممكن تقع حوادث مميتة لهؤلاء الأطفال إذا ما ناموا على أسرتكم. ممكن تنامي عليه ويختنق، وممكن يطيح من سريرك وانت نايمة وانت ما انت دارية. هذه كلها أمور ممكن تحصل جدا إذا الطفل كان بينام جنب أمه. أنا أتفهم جدا أن الطفل أول ما يطلع من المستشفى يكون جانب أمه، لا تستطيع أي قوة صراحة أنه هي تفرق رضيع من أمه في المرحلة الأولى. بس أنا بالنسبة لي كتجربة، واللي فيكم عندها تجارب تفيدنا في البوست اللي ححطه في الانستغرام، الطفل، فأرجع أقولك تجربتي الخاصة تعنيني أنا، ممكن تنجح معايا ممكن تنجح مع ناس ثانيين كثير، بس في تجارب غير ناجحة. وسنتبادل الأفكار اليوم في هاشتاج أمهات اليوم عبر الانستغرام تحت البوست الجديد اللي راح أحط لكم. لكن أرجع وأقول أنه أنا بالنسبة لي أنا كتجربة خاصة، أوكي ممكن تمشي معاك ممكن ما تمشي معاك، بس أنا كتجربة خاصة، ابني بعد شهر ونص تقريبا، هو بعمر الشهر أنا عودته يبدأ ينام لوحده، لأنه بحقيقة أنا تعبت من كثر الشيل، فعودته ينام لوحده بالطريقة اللي خبرتكم عنها السنابات السابقة. لكن فصلته عن السرير لما أصبح بعمر الشهرين، فأصبح هو فقط يصحى من نومه طبعا بطريقة عشوائية، هو لسه ما عنده كان وقت معين للنوم وقت معين للصحي، بس كان يصحى علشان يبغى حليب فقط ويرجع ثاني على سريره. حتى لو يبكي ترى كنت أرجعه، لأنه أنا كنت عارفة أني راح أتعب إذا استمر في النوم جنبي على السرير، وممكن تصير حوادث لا سمح الله لا تحمد عقباها، أوكي؟ فأنا أفضل أنك لازم تفصليه عن سريرك وهو لساس. خلصنا موضوع نوم الرضع لحد 3 أشهر. بعد ال3 أشهر ترى الطفل يتغير، لأنه الغازات اللي كانت معكننة عليه، سبحان الله، الشخصية تبدأ تتشكل، أشياء كثيرة بتتغير على عمر ال3 أشهر فما بعد. فطبعا حتى حتلاقي البيبي اللي يحب الباسيفاير حيبين عليه في الشهر الثاني والشهر الثالث إذا هو فعلا يحب الباسيفاير أو اللهاية، واللهاية تساعده على النوم. وعلى فكرة أنا ولدي اللهاية كثير تساعده على النوم، علما أنه تحت رعاية أطباء الأسنان وأطباء الأطفال يقول لك اللهاية ما عندها أي أضرار، لا تسبب غازات، وهذا تكلمنا عنه في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، لا تسبب غازات يا بنات، ولا أنه هي تؤثر على نمو الأسنان، إلا أنك لازم تقطعيها بعد فترة معينة. وولدي الآن بيستخدمها عادي وبتساعده على النوم. فعودة لموضوع اللهاية، طبعا هذول صحيوا من النوم بس يلا، عودة إلى موضوع اللهاية، يقول لك في أطفال يحبوها في أطفال ما يحبوها، فأنت على اللي طفلك يرغب فيه، حبه حبه ما حبه هذا أمر يرجع له ويرجع لك الحقيقة في أنك تستخدميها وما تستخدميها، لكنها من الأشياء اللي تساعد كثير على النوم، خصوصا في مرحلة شهرين 3 أشهر وطالع، أوكي؟ في الشهر الأول يعني في بعض أطفال يعني مثلا ولدي ما كان يستخدمها لأنه ما يقدر يمسك اللهاية حبيبي، فإحنا كنا لازم نحط له إياها، أوكي؟ طيب مرحلة ال3 أشهر وطالع، 4 أشهر 5 شهور، هنا لازم نبدأ ننظم جدول الطفل. لا يلعب فيك، شوفوا يا بنات هرجع أقول لكم عندي حكمة، don't let them control you, you control them.
لا تدعي أطفالك يسيطرون عليك، قومي أنت بالسيطرة عليهم. الحين أقول لكم كيف، أقول لكم عندي حكمة. Don't let them control you. في حالتي الشيخ تركي الشيخ تركي في حالتي يا بناتي نملي الساعة 6 الصباح ويصحالي الساعة 4 مدري 5 العصر، تكون الشمس غابت وقلب ليلي نهار ونهاري ليل، علشان والله السيد تركي يبغى ينام في هذه الساعة ويصحى في هذه الساعة. طبعا هذا إيش؟ هذا مرة ما ينفع، هذه مش حياة، هذه مش حالة. هذا الطفل يجب أن يتعرض لفيتامين دال، لازم أنه يشوف الشمس حتى لو كان في داخل البيت، حتى لو طلعته على سطوح البيت أو في الحوش أو أي مكان يتعرض لإشعة الشمس لابد ولزما. أوكي؟ فأنا قلت لا، يجب أن أضع حد. هو نملي اليوم الساعة 6 الصباح، بيصحى الساعة 11 الصباح، ما لي دخل، بصحيه من عز نومه، بغني له أهلا يا ماما، أنا ارتقون بوما بصحى. أصحى يا بنات، صحيته الساعة 11 الصباح، طلع كذا يسوي الشمس، مو متعود طبعا، حضرت جنابه مو متعود على الشمس. صحيته الساعة 11 وعطيته 2 power naps، يعني نعستين في اليوم، يعني واحدة نعسة. طبعا عطيناه الساعة 1 وجبة ونعس بعدها الساعة 2. أقول لكم النعسة بالدقيقة، أنا جالسة حاسبت له 40 دقيقة فقط وأرجع صحي، كان يبكي ترى أنه هو مضايق لأنه مش متعود على النظام. صحيته الساعة 4، يلا حبيبي اصحالي. صح الساعة 4، لعب الساعة 7 أو الساعة 8، أخذ وجبته الأخيرة اللي هي وجبة العشاء. وبعدها إيش صار؟ بعدها يا بنات عطيته حمام. لازم تعرفي أنه الحمام أو الشاور أو الاستحمام يساعد بشكل كثير كبير الأطفال على النوم. تشوف البيبي الرضيع لما تغسليه ينام 6-7 ساعات حتى يخليك أنت ترتاحي نفسيا. نفس الشيء للأطفال، ترى دائما البيبي حتى الصغير الرضيع لما تغسليه ينام، صح؟ زي ما قلت لكم في سنابات الفاتت، نفس الشيء ترى الأطفال الرضع، يعني اليوم ما شاء الله هو عمره 7 شهور لازلت حتى الآن متبعة نفس الروتين، حمام قبل النوم يساعده كثير على الاسترخاء والريلاكسيشن ويخلي البيبي ينام بعمق. أوكي؟ طيب أرجع لكم على مسألة الجدول حقه. فإذا صحينا الساعة 11، عطيته أول باور ناب على الساعة 2 بعد الغداء، بعدين جلس يلعب، عطيته باور ناب الساعة 5 مدته 30 إلى 40 دقيقة ماكسيموم. صحيته الساعة 7:30-8 أخذ عشاء، بعد العشاء الساعة 9 شاور، يا بنات الساعة 10 نام. بيوم واحد استطعت أن أغير النظام لأنه غير مجرى حياتي كاملاً، أنا تعبت من هذا الشيء. فإيش اضطريت أسوي؟ اضطريت أغير له النظام. هل لازال هو ماشي على النظام؟ نعم لازال ماشي على النظام. في معلومة لازم تعرفوها، الأطفال يعشقون الروتين. باقي لي 3 معلومات صغيرة عشان ما أكون طولت عليكم كثير. المعلومة الأولى يا بنات، لما تيجي تصحي البيبي لازم تفتح الأنوار وتفتح الستاير وتوري له الشمس، لأنه لازم يميز أنه النهار هو للصحيان، ولما نيجي ينام طفي الأنوار وطفي كل شيء، ولازم يفهم أنه الظلام يعني نوم. حتى لو أنه تأخر على موعد نومه، لو سكرت الأنوار البيبي تلقائيا ترى أذكية، تلقائيا يعرف أنه هذا وقت نوم لأنه صارت الدنيا ظلام. لما تفتح الستائر تلقائيا يعرف أنه هذا مو وقت نوم، هذا وقت صحيان، حتى لو في نوم حيصحى. المعلومة الثانية، ممكن في بعضكم يسألني يقول لي بلقيس نحن نعشي ونغسل ونروشه والنوم برضو يصحالي في أثناء الـ 11 أو الـ 10 ساعات النوم، يصحى كثير، فأنا ما أقدر أنام أنا كأم، فأضطر أني أصحى كل شوية أعطي له رضعات الحليب، فأنا أرهق. أنا مرهقة لكن هو مبسوط. تعرفي أنا اتصلت على الدكتورة وقلت لها هذا الكلام لأنه فعليا أنا كنت أتعرض لهذه المشكلة. فإيش نصحتني؟ قالت لي ثقلي له العشاء. أنت إيش تعطي على العشاء؟ قلت لها والله أنا أعطيه جزر، يعني كل يوم أشكل حاجة، بس ذاك اليوم تحديدا كنت عاطية جزر وبطاطا حلوة. قالت لي هذا نسبة السكر فيه مرتفعة فبتعطيه طاقة فيخليه ما يشبع، أصلا السكر أنتوا عارفين أنه يهضم بسرعة فيخليك دائما تبغى تأكل، هذه معلومة طبية. أوكي؟ فهو يصحى كل شوية جوعان لأن السكر ينحرق بسرعة. قالت لي كثري بروتين، كثري بروتين. البروتين زي إيش؟ زي الدجاج، السالمون، اللحم. لما يصير البيبي شوية أكبر من 7 شهور حتى تعطيه لحم مع الخضار في هري. فقالت لي حاولي قدر الإمكان أنك دائما تعطيه بروتين أو تثقلي له العشاء شوي حتى لا يهضم بسرعة، وبالتالي يصحالك بدل 4-5 مرات يصحالك مرة أو مرتين يدور حليب في هالعشر ساعات كلها. أوكي؟ هذه كانت المعلومة الثانية اللي أتمنى أنها تكون مفيدة لبعض من يتساءلون. معلومة الثالثة والأخيرة،
البيبي لما تلاقيه متعكنن ويبكي وانت مستغرب انه هذا اصلا موعد نومه، يعني مثلا يصحى لي الساعه 4 او 5 الفجر، مش عوايده صح، وما يدور حليب، تو شارب حليب، يصير 100% عنده تسريب. البلل لا يساعد على النوم ابدا، مره يعكنن الشيء، مره يعكنن. تلاقي الطفل مره متعكنن، ملابسه متبلله وشيء زي كذا. جربي الحفاضه اللي يناسبك. بالنسبه لي حفاض بامبرز نمبر 3 از ذا بيست. سامحوني اذا ازعجتكم بالبيبي هير، وسامحوني إذا أنا أغفلت نقطة أو ربما ذكرتها خطأً، ولكن تأكدوا أنها دون قصد. ولتصحيح المعلومات، أنا اللي أحبه دائماً في فقرات الأم السنعة أنه الدكاترة يتدخلون في الموضوع، فتلاقيهم بيعلقوا تعليقات جميلة. راح أحط لكم بعض من هذه التعليقات تحت البوست اللي سأضعه بعد قليل على الإنستغرام في هاشتاغ أمهات اليوم. شاركوني جميع أراءكم وأفكاركم لعلي أستفيد منكم أيضاً، كما لعل أحدكم أو بعضكم أو قليل منكم أو الكثير يستفيد من الكلام اللي أنا قلته. شكراً وسامحوني على أي غلط بدر مني، لكني حاولت جاهدة وقدر المستطاع أنه أوصلكم معلومة مفيدة واستخدم هذا المنبر للإفادة.